الثالث بالنسبه للاخ سلامه، انت تدعو الانتخابات قبل او بعد شو اسمه الدستور، ولكنك لم نسمع منك تصريح قوي. الذين اغتيلوا في المنطقه الشرقيه بيخشوا انتخاباتك، وين بعد المتحده؟ وين المجتمع الدولي؟ مش تبوا انتخابات يا مجتمع الدولي؟ اهم ناس بيتقدموا، قلت لهم في الابيار وفي الكذا، اين تحقيقات يا اخ سلامه مذبحه الابيار؟ نعم. على سبيل المثال، لماذا لا تستنكر القوات الاخرى اللي تجيب في قوه؟ فحقيقه موقف سلامه نفسه، اين موقفك من التفويض يا اخ سلامه؟